يا جماعه انا بدور على سرير في الرعايه، رحت مستشفى الشروق ما لقيتش، عملوا رسم قلب وكشف واتمخمطوا فيه، ورحت الشروق ما لقيتش، ورحت السلام الدولي مش لاقيين دكاتره بيصحوا لي الدكاتره، من الساعه 3 الفجر جوزي ده بير على المستشفيات، ورحت مصر الدولي مش لاقيين دكتور بيصحوا الدكاتره. انا امل رزق يا جماعه، مش لاقي دكتور في المستشفى اعمل ايه؟ ده احنا مصر يا ريس، انا بناشد وزير الصحة، انا بموت ومش لاقي حد ينقذني، ومش لاقي في مستشفى سرير في الرعاية، الحقوني.